من فلسطين، حيث تواصلت المظاهرات الحاشدة في عواصم عربية وإسلامية وعالمية تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. واحتشد عشرات الآلاف في العاصمة التركية أنقرة رفضا لقرار ترامب، كما شارك حوالي 1 مليون إندونيسي في تظاهرة تحت شعار إندونيسيا تتوحد من أجل القدس. وتجمع عدد من الفلسطينيين والعرب والأمريكيين بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على قرار ترامب. وشهدت ألمانيا وبريطانيا تحركات مناهضة للقرار. من جانبها دعت حركة فتح إلى تظاهرة ضخمة احتجاجا على زيارة مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فؤاد شعث الباحث والأكاديمي الفلسطيني. أرحب بك دكتور شعث. بداية، هذه التظاهرات حول العالم وهذا التفاعل الكبير حقيقة الدولي تجاه قرار ترامب، كيف تتابعه وكيف تقرأه؟ يعني تظاهرات أثبتت أن قضية القدس لا زالت قضية مهمة، ولم تقديرات الإدارة الأمريكية التي كانت تتحدث أن الموضوع سيكون زوبعة في فنجان وبضع أيام وستتبخر كافة ردود الأفعال. مظاهرات التي تحدث وستحدث ستثبت عكس توقعات الإدارة الأمريكية. نتحدث عن مئات الآلاف في إندونيسيا، عشرات الآلاف في تركيا، ومظاهرات عديدة في دول مختلفة. وهناك يعني مظاهرات سيتم الإعداد لها في الأيام القادمة، كلها تثبت أن قضية القدس قضية محورية لدى الدول العربية والإسلامية، قضية تهم حتى شعوب هذه المناطق، حتى حكومات هذه المناطق يعني كان مواقفها، يعني الشعب أجبرها على أن تتخذ مواقف يعني أكثر صرامة وقوة ضد قرار دونالد ترامب. التقييمات كافة التي يعني قامت الإدارة الأمريكية بوضعها كانت مخطئة، وباعتقادي سنشاهد تطورات أكثر في الأيام القادمة. نعم، طيب دعنا نشرك معنا السيد يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني، ينضم إلي من غزة. أرحب بك سيد موسى. إذا أيضا في فلسطين الحراك والتحركات ما زالت مستمرة، والمظاهرات والمواجهات مع الاحتلال ما زال مستمرا، ولكن يبدو بأنه الاحتلال يعني يختص ربما غزة أكثر من غيرها من خلال الغارات الجوية ومن خلال عمليات القنص. لماذا استهداف غزة تحديدا برأيك؟ واضح أنه العدو الصهيوني هو على أبواب انتفاضة عارمة لا يمكن أن يتنبأ بتطوراتها وما يمكن أن تصل إليه، لذلك هو يريد أن يصنع معارك، هو يحدد مكانها ويحدد وسائلها وأدواتها، لذلك هو يحاول أن يجر الأحداث بعيدا عن القضية الأساسية وهي قضية المسجد الأقصى، القدس، وجود الشعب الفلسطيني وقضايا الأساسية التي تمثل هويته وعقيدته مستقبله وجوده، إلى قضية جانبية يحاول أن يحرف الأنظار إليها لكي يخوض في المعارك التي يمكن يحقق فيها إبعاد لفوكس الاهتمام العالمي في هذا الاتجاه. ولذلك هذه هي خطة العدو، والقوى الوطنية مدركة تماما أن المعركة هي معركة الأقصى، ولا بد أن نحن دائما ونغذيها في اتجاه هذه المعركة لكي تستمر إلى إسقاط هذا القرار العنصري العدواني الذي قام به ترامب ويقوم به الاحتلال بشكل تشاركي وتواطؤ. طيب سيد يحيى موسى، يعني قضية القدس التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره، كيف سيكون لها انعكاس برأيك على فكرة المصالحة الفلسطينية؟ بالضرورة أن يكون هذا الانعكاس انعكاس إيجابي، لأنه الآن هو هذا تهديد لوجود الشعب الفلسطيني كله ومس بمركز العقيدة ومركز الحضارة ومركز ثقافتهم ومركز وجودهم
وهو الأقصى. ولذلك أصبح الجميع الآن وخاصة السلطة أصبحت الآن كأنها تم شطبها وتم شطب مشروعها السياسي تماما، وتم التعامل معها بطريقة فيها نفي وفيها احتقار. ولذلك السلطة الأصل أن تكون هي أكثر معنية بأن يكون لها موقف بحشد الشعب الفلسطيني وتوحيده في هذه المعركة. ونحن بالطبع وعينا كقوة كحركة حماس مع جميع القوى الوطنية الفلسطينية، نعتبر أن الوحدة الوطنية هي رافعة لمشروع التحرير، وهي طريق للشراكة وطريق للمسؤولية الوطنية وطريق لهزيمة الاحتلال. لذلك نحن نعتبر أن هذا القرار هو قرار يستفيد فينا كل معاني العمل المشترك وكل معاني الوحدة الوطنية. أشكرك جزيلا السيد يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معي عبر الهاتف من غزة. مشاهدينا، وينضم إلي عبر سكايب من رام الله السيد منير الجاغوب القيادي في حركة فتح. أرحب بك سيد الجاغوب. إذن حركة فتح دعت إلى مظاهرة حاشدة في الضفة الغربية ضد زيارة مايك بينس، وكما تابعنا مع ضيفنا من غزة سيد يحيى موسى، يبدو أنه بالفعل قضية القدس قد قربت كثيرا بين الفصائل الفلسطينية. إلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا التقارب من خلال هذا العمل الجماهيري والحاشد في التظاهرات إلى انتفاضة جديدة؟ يعني مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين والمتابعين. يعني حركة فتح أعلنت برنامجها النضالي وكافة القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية خلال الأسبوع هذا. بالتأكيد هناك تقارب كبير ما بين القوى الفلسطينية. إذا كانت القدس ومشاكلها وما يحدث لها وتهويدها لن يجمع الشعب الفلسطيني، إذن لماذا انطلقت كل هذه الفصائل وكل هذه الحركات؟ أليس من أجل تحريرها من الاحتلال؟ بالتالي هي مجمع لكل الحالة النضالية الوطنية الفلسطينية من أجلها درة التاج القدس الشريف. نعم. طيب، يعني دعوات للتظاهر ضد زيارة مايك بينس، هل يتوقع أن يكون هناك تفاعل جماهيري معها، تفاعل كبير؟ يعني التفاعل الجماهيري منذ بداية الهبة الجماهيرية وهو يعني بتصاعد وتيرة متصاعدة. أنا أقول لك الآن يعني المطلوب من الكل الفلسطيني هو وضع استراتيجية نضالية مستمرة طويلة الأمد، ليس فقط يوم أو يومين. لأن الموضوع ليس فقط معركة القدس، الموضوع موضوع تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني وتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية على الأرض، بالإضافة إلى معركة المقدسات، كلها مربوطة مع بعضها البعض ومتشابكة. بالتالي الآن يتم الحديث في اجتماع القيادة يوم غد، أو هناك تحضيرات لأن تطرح خطة وطنية لمقاومة لها علاقة بالمقاومة الشعبية المدنية التي يندمج بها كل أفراد الشعب الفلسطيني بكل فئاته كبارا وصغارا وأطفالا، كلهم بطريقته لمقاومة هذا الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني. هل في ضمن برنامج مايك بينس هو زيارة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية مثلا؟ وإذا كان كذلك، كيف هو البرنامج لمقاطعة هذه الزيارة؟ في دولة فلسطين أعلنت بأنه لا استقبال لنائب الرئيس الأمريكي في من قبل أي قيادي فلسطيني أو حتى في رأس الهرم أو في أسفله أو بمستوى صغير نهائيا. نحن مقاطعين لهذه الزيارة. هو سوف يأتي ليزور دولة الاحتلال ويريد أن يذهب إلى باتجاه حائط البراق. نحن وكل القوى الفاعلة في مدينة القدس تحديدا اتفق الجميع عن أن يكون هناك تصعيد للمقاومة الشعبية في لحظة وصوله، تحديدا على أبواب المسجد الأقصى وبوابات المسجد الأقصى جميعها، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 48 بشكل عام،
ليتأكد بأن هذه العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وليس ولا تقدم إهداء هنا أو هناك لأي كان، سواء لإسرائيل أو لغيرها. هذا الأمر مرفوض بشكل قاطع، ورسالتنا سوف تكون واضحة يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، ورسالة شعبنا الفلسطيني واضحة لنائب الرئيس الأمريكي وللرئيس الأمريكي أيضا، بأن القدس عندما نقول خط أحمر هي خط أحمر، لا مجال لا للمزاح ولا للمناورة ولا للتفاوض حول هذا الخط، أو لتقديمه أو لتأخيره أو لتغيير لونه. أشكرك جزيلا السيد منير الجاغوب القيادي في حركة فتح، كنت معي عبر سكايب من رام الله. دكتور فؤاد شعث، يعني من الواضح بأن هناك تغيرا كبيرا ربما في لغة السلطة الفلسطينية وقيادات حركة فتح. هناك حديث عن رفض الولايات المتحدة كشريك في المفاوضات، هناك حديث عن دعوات للنضال للمواجهة مع الاحتلال. هل هذا الخطاب هو خطاب تكتيكي ردة فعل على قرار ترامب، أم هو استراتيجي؟ يعني باعتقادي قيادة السلطة الفلسطينية لا خيارات أخرى لديها. نتحدث عن بعدين أو سببين رئيسيين تسببا في هذا الموقف. السبب الأول هو ضغط قواعد حركة فتح على القيادة الفلسطينية بضرورة إيجاد آلية جديدة لمقاومة الاحتلال، تشمل حتى المقاومة بكافة أشكالها. حتى نائب رئيس حركة فتح محمود العلول تحدث بهذا الشيء وقال أن الوسائل جميعها متاحة وممكنة وقد نستخدمها في أي لحظة. الشيء الآخر هو فقدان قيادة السلطة الفلسطينية لأي ثقة بالوسيط الأمريكي، لأنه خلال المحادثات التي تمت بين ترامب والرئيس السلطة محمود عباس، وكان صائب عراقات موجود، كان هناك وعودات أمريكية بأن موضوع نقل السفارة لن يكون مطروح ولن يتم يعني تنفيذه في الوقت الراهن، وقد يكون ضمن إطار اتفاق شامل يكون يعني متفق ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية والقدس الغربية، يعني مشروع سياسي. لكن قرار أمريكا المبكر واستباق للأحداث وضع السلطة الفلسطينية أمام حقيقة واحدة، هو أن هذه الإدارة الأمريكية وسيط غير نزيه، ولا تستطيع أن تكون الوسيط المقبول لدى القيادة الفلسطينية ولدى الفصائل فيما يسمى بعملية السلام. شيء آخر، لا، الشعب الشارع الفلسطيني لم أصبح غير مقبول لدى الشارع الفلسطيني. تتحدث عن عملية كاذبة مسمى بعملية السلام، لأن الاستيطان مستمر، إسرائيل مستمرة في سرقة الأراضي، قطاع غزة لا زال محاصر ويعاني الويلات، سكان القدس من الفلسطينيين يعانون يعني من التضييق والضرائب الباهظة، ويعانون يعني عمليات ممنهجة، عمليات تهجير وفرض ضرائب كبيرة عليهم. كل هذا وضع القيادة الفلسطينية أمام خيار واحد، وهو تبني خط مقاوم أو خط يتناقض مع الإدارة الأمريكية. رفضوا مقابلة نائب الرئيس الأمريكي، دعوا لتظاهرات، وباعتقادي حتى اليوم يعني سمعت أن هناك اعتقالات في صفوف حركة فتح من جانب الجيش الإسرائيلي، اعتقال منسق شبيبة حركة فتح في جامعة بيرزيت، حتى هناك بعض الشهداء الذين استشهدوا في قطاع غزة. هناك تناغم بين قواعد حركة فتح وقواعد حماس وباقي الفصائل على أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة المقاومة، وإيجاد آلية جديدة غير اتفاق أوسلو أو عملية السلام هو ضرورة ملحة، ضرورة وطنية ملحة على الجميع. طيب، هذا الضغط الشعبي سواء بالمظاهرات داخل فلسطين أو عربيا أو إسلاميا أو دوليا، وأيضا موقف السلطة الفلسطينية القوي تجاه الإدارة الأمريكية، هل تعتقد بأنه سيؤتي أكله ويدفع الإدارة الأمريكية ربما للتراجع أو تجميد قرارها؟ يعني باعتقادي إلى حد ما هناك ضغط كبير على الإدارة الأمريكية. مجلس الأمن سيجتمع، سيناقش موضوع القرار الأمريكي. يعني التقارير تتحدث عن 14 دولة ستصوت لصالح القرار باستثناء أمريكا، وهذا سيعزل أمريكا أو يعني يثبت للعالم أن أمريكا وسيط غير نزيه ووحيد الآن في موضوع القدس. كذلك يعني القيادة الفلسطينية في خطواتها التي نراها اليوم، رئيس السلطة موجود في قطر، قبل أيام كان في السعودية، بعد السعودية كان في تركيا. قيادة السلطة الفلسطينية
تبلغ رسالة للجميع بأن القضية الفلسطينية هي قضية بعيدة عن التنافس أو الخلافات العربية، وأن موضوع القدس هو خط أحمر قولا وفعلا وليس فقط إعلاميا. ويعني أداء السلطة الحالي باعتقادي أفضل بكثير من أدائها في السابق، وأفضل بكثير، ونتوقع غدا قرارات يعني تكون قوية من اجتماع قيادة منظمة التحرير. علينا دعم هذا الحراك الموجود داخل السلطة، وعلينا تشجيع قيادات السلطة على أن تقوم بعمل أكثر يعني يكون من شأنه الوقوف ضد الخطة الأمريكية الإسرائيلية، وعلينا دعمها في أن تنهي موضوع المصالحة، وهي ضرورة ملحة. المصالحة الوطنية الفلسطينية هي يعني الشيء يجب الانتهاء منه بشكل أسرع، لأن هناك تباطؤ في هذه العملية. موقف حماس موقف جيد جدا تجاه القضية القيادة الفلسطينية، هي موقف داعم وموقف يعني إيجابي تجاه موقف القيادة الفلسطينية، وهذه كلها مؤشرات إيجابية لأن تكون هناك خطة فلسطينية جديدة تكون يعني قاعدة انطلاق ضد الاحتلال الإسرائيلي في السنوات القادمة. شكرا لك دكتور فؤاد شعث الباحث والأكاديمي الفلسطيني على حضورك معنا. شكرا. مشاهدينا، في سياق متصل، أكد مرشد جماعة الإخوان المسلمين المصرية محمد بديع أن أعضاء الجماعة معتقلون حتى يمكن تمرير صفقة القرن من قبل البعض، في إشارة لخطة تعدها واشنطن لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع رؤية إسرائيل للحل. وقال المرشد مخاطبا القضاة في جلسة عقدتها محكمة جنايات القاهرة للنظر في قضية فض اعتصام ميدان رابعة: فلسطين قضيتنا الأبدية وقضية الأمة العربية والإسلامية، نحن محبوسون لإتمام البعض صفقة القرن. نتابع. احنا لا يعنينا ان تحكم علينا باحكام اعدام الاخوان. فلسطين قضيتنا الاولى وقضيه الامه العربيه والاسلاميه. ده كان المراد جدا القضيه. احنا بنتحبس عشان نقطه القرن الثاني. يا كل المرابطين في كل مكان، يا امه اسلاميه، والله الذي لا اله الا هو لن تقوم لكم قائمه الا ان تنصروا فلسطين. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. في السعودية، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هوية مشتركة